مشاهدي قناة القلم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف القلم. برنامج ضيف القلم الليلة يستقبل ضيف خاص باش نحاول نطرق معاه العديد المسائل مرتبطة بالرهن التونسي وبالرهن العربي والمشهد الإعلامي بشكل عام. نتعرف على ضيفنا من خلال التقرير هذا ثم نبدأ معه الحوار. هناك من الشخصيات من ارتبط حضورها في المشهد الإعلامي بنوع من الفرادة في الموقف أو الخطاب أو النقاش. عندما تستمع إليه تشعر بأنه يقول أمراً مختلفاً أو يقدم رؤية مغايرة أو يعبر عن موقف آخر، وليس ذلك من أجل النأي بنفسه عن الآخرين، وإنما من أجل الاقتراب أكثر مما هو مسكوت عنه لديهم والنبش فيما هو خفي في مواقفهم أو ما هو ممنوع من التداول في خطابهم. ولا شك أن الرصيد العلمي والخبرة الإعلامية وحدهما لا يكفيان للحصول على شخصية بهذه المواصفات، وإنما ينضاف إليهما عامل التجربة وعنصر الجرأة لاكتمالها. وشخصية الصافي سعيد أو أحمد الصافي الكاتب والصحفي التونسي جمعت بين هذه العناصر على نحو ما، وهذا ما جلب إليه احتراما ممزوجا بالإعجاب. الصافي سعيد من مواليد قفصة في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، درس التاريخ والصحافة والعلوم السياسية في كلية الآداب بالجزائر، أين أسس حركة شبابية تحت اسم فولونتاريا تطوع، ضمت أفارقة وعربا. عرف بتنقلاته بين الدول الجزائر، المغرب، ليبيا، أنغولا، كوبا، الفيتنام، العراق، الأردن، لبنان، قبل أن يستقر في باريس أواخر الثمانينات. كتب في العديد من الصحف والمجلات، منها السفير وكل العرب والشرق الأوسط، وأسس مجلات مثل الرواق 4 وأفريكانا وجنفريك بالعربية، إلى أن أنشأ بعد 14 جانفي مجلة عرابيا التي أصبحت جريدة فيما بعد. نشر صافي سعيد بعض الروايات وعددا مهما من الكتب السياسية والاستراتيجية والتاريخية. وعلى سبيل الذكر، سنوات المتاهة على مذبح القرن 21، العتبات المدنسة في الشرق الأوسط، بورقيبة سيرة شبه محرمة، خريف العرب، البئر والصومعة والجنرال، عودة الزمن الإمبراطوري ونهاية الأوطان. صافي سعيد هو من استخدم عبارة الربيع العربي التي أصبحت متداولة للتعبير عن التغييرات العميقة الحاصلة في بعض الدول العربية. مرحبا بك أستاذ صافي سعيد في برنامج ضيف القلم. مرحبا بكم، مرحبا بكم في قناة، وأشكركم على هذه الدعوة، و يعني أدعو لكم بالتقدم في طريق هذا الطريق الصعب، طريق شائك جدا معروف الأحلام. إذن أستاذ، مش نبدأ من البداية، على الأقل فيما يهمك أو فيما يهم متابعتك للشأن التونسي منذ أمد بعيد، وهو أمد ليس بقصير على ما أعتقد. إذن مش نبدأ بكتاب خريف العرب. الكتاب هذايا كان آخر فصوله في انتظار ربيع عربي أو في انتظار عرابيا. شنو هي عرابيا؟ عرابيا هي
فكرة نحت، أولا هي نحت لاسم البلاد، بلاد العرب، أورابيا، بلاد العرب، ألمانيا، إسبانيا، يعني كما تقول عربستان وكذا أو عرابات، بلاد العرب، أورابيا، بلاد العرب. على أي حال، أنا عندما كتبت هذا الكتاب خريف العرب، البئر والصومعة والجنرال، يعني درست هذا القرن كامل لتاريخ العرب، من هو القرن العشرين، ورأيت أن هناك فيه صراع كبير على السلطة مستفحل، والصراع هذا تتحكم فيه ثلاثية هي البئر، ونستطيع أن نقول هو سواء كان بئر زمزم، بئر ماء، أو بئر بترول، لأنه الماء والبترول سواء بسواء في للمجتمعات، والصومعة اللي هي ما تعنيه الدين، دين ملاذ وسلاح، والجنرال هي السلطة، الدكتاتورية العسكرية، هي الدكتاتورية، هي العسكر، هي القائد، هي الرباط، هي كل. الجنرال هو يعني التسمية النهائية، في نجم تسميها تسمية أخرى. فهذه الثلاثية هي اللي أرخت أو ميزت هذا القرن. وبطبيعة الحال هذا القرن العشرين هو وليد قرون أخرى سابقة، وهكذا كان تاريخ العرب، هو تتحكم في هذه الثلاثية، وكلها صراع من أجل السلطة. وإحنا جبلنا أو تكوننا أو صنعنا تاريخنا وصنعنا أنفسنا من خلال هذه الثلاثية، نحن صنعنا وهي صنعتنا. وأنا قلت أنه طبيعة، ليش أنا عنونت خريف العرب؟ صدر هذا الكتاب في 2005 وكانت فعلا هذه الأمة العربية، يعني فعلا أمة تكاد تكون ميتة، وهي الآن ربما ماتت، لكن مع أنه هناك تحولات في الفصل الأخير حاولت أن أكون متفائل، حاولت أن أتصور مستقبل آخر للعالم العربي أو للأمة العربية، وسميته عرابية، وقلت أن هذه عرابية لا تتم هذه عرابية إلا أنه أولا نعترف بالمجال الحيوي لهذه الأمة، ما يسمى بالعروبة، وبالإسلام كثقافة أيضا، ثم الديمقراطية، الثلاثية هذه هم اللي كونوا عربي. لا نستطيع أن نتوحد أو نتقدم بدون ديمقراطية وبدون مصالحة بين فكرة العروبة وفكرة الإسلام، لأنه القرن كامل ميزاهما غياب الديمقراطية. ما ميز هذا القرن العشرين؟ غياب الديمقراطية والصراع العروبة والإسلام، الفكرة العروبية تتقاتل مع الفكرة الإسلامية، ورأينا ما ذبحها خلال القرن، رأينا ما ذبحها في بغداد، في مصر، في ليبيا، في سوريا حاليا، في اليمن، في كل مكان. والتيار الإسلامي دائما هو صعب، لكن أعتقد أن التيار الإسلامي بكل أطيافه الآن انحصر في الجدار الأخير، وهو الآن أمام امتحان كبير، إما عليه أن يتبنى الديمقراطية والعروبة، وإما عليه ربما أن يرحل وأن ينمحي وأن يمحى من الذاكرة، ولأنه دلل على فشله، ودلل على محدوديته، ودلل على عنفه في كثير من البلدان، لا أتحدث عن تونس، في كثير من البلدان، من الصومال إلى الجزائر مرورا بمصر، تونس، فلسطين، سوريا، العراق، كلها دلل على عنف وعلى محدودية وعلى فشل. هذا التصور الأحادي، معناها حين نتوخى وجهة أحادية، لكن هل نستطيع أن نقول أن الأمر يتعلق بقراءة استشرافية على منوال القراءة اللي جات في سنوات البروستاتا نجلة؟ لا، أنا في راه في خريف العرب لا أقول أنه تنوقعت، أما كانت أمامي خريطة درستها كما ينبغي، بكل معطياتها ومؤشراتها وتوقعاتها وصراعاتها الجيوبوليتيكية إلى غير ذلك. ورأيت أن هناك بلدان ذاهبة نحو التقسيم، وأنه قلت أنه مش تقسيم مقسم، يمكن تقسيم من أجل توحيد آخر على ترتيب آخر جديد، عندما نتبنى هذه الثلاثية، أي العروبة والإسلام والديمقراطية، الديمقراطية والعنصر اللاحم،
هو العنصر اللاحم بين هذا وهذا وهذا، بين الثقافتين، بين الثقافتين. في هذا سنوات بوستاتا مش خاصة على الوضع التونسي، هذا كتاب تاريخي، لكن البروستاتا، سنوات البروستاتا هو رواية تدخل في مجال الخيال، وإن كان الرواية ما هوش مفصول على التاريخ يا أستاذ. خيال، كل ما الخيال اللي موجود في الرواية هو توقع سيناريو لرحيل بن علي. أنا كانت هناك فكرة تعذبني في دماغي، لأن الكتابة، كل كتابة هي التخلص من فكرة، هي تصفية حساب لفكرة أو لمرحلة أو لرجل أو لخوف. ما كان ينغص حياتي هو هل وجود هالديكتاتورية الغبية وهالديكتاتورية البليدة وهالمحدودية، وهذا البلد لم يكن ينقصه شيء إلا قليل من الحريات. يا سيدي عملنا ثورة وهاجت الثورة، ولكن ما عناش منوال تنمية جديد، ولا أن مشروع تغيير للمجتمع، ولا أن ما عنا أي شيء. كل ما كنا نريده وما نطمح إليه للآن هو شوية حريات، شوية ديمقراطية، شوية تداول للسلطة، شوية خروج من هالشرنقة ومن الدائرة. هذا كان يعذب كل واحد. هذا الهاجس في الواقع. في الواقع أنا كتبت رواية لكي أتخلص من هذا العذاب. كتبت رواية صفيت في حساباتي مع نظام بن علي، ولكن صفيت في حساباتي على الورق ككتاب. تخيلت نهاية لإله وكانت صحيحة. أنا لا أقول، لا كنت أتنبأ ولا شيء، لكن ذاك ما كنت أرغب فيه ربما. ليس في مجال التنبؤ، هي قراءة للواقع ربما بالشكل اللي مش يقوله. حكيت على السلطة، على لعيب السلطة، على لعيب القصر. ثم عبارة سمحني، حكيت على الزوج والزوجة والمصاهرة ومدخول الدين والمتاجرة بالدين وتداخل الأمن، ثم انقلاب داخل انقلاب، ثم وجودهم في المنفى. هذا موجود في الرواية. موجود. أنا ما كنت موجود. قلت ما كنت أعرف أنه سينتهون هذه النهاية. استبدلت زوجا سجينا بزوج قادر على وضع كل البلاد في السجن، وكأنه هذايا هذا الحوار فيما بعد، عندما التقيا فيما بعد في المنفى. في المنفى فيما بعد، هذا عبارة عن وعادوا إلى التاريخ، كان أنه فلاش باك، عادوا أنه يتصفحان تاريخهما ويتسامران في انتظار لحظة. هو في العذاب أكيد، في لحظة عذاب وضمير متعب وإلى غير ذلك، لكن تعتقد أنه ضمير تعب في انتظار ربما في انتظار لحظة حساب. كلنا ننتظر لحظة حساب. أستاذ تعتقد أنه في انتظار لحظة حساب، وأنه أمام نوع من العتاب الضمير، بالمعنى الميتافيزيقي مش بالمعنى المادي. لحظة حساب على حساب مع النفس، ثم حساب في يوم آخر إذا كان مؤمن، إذا كان كذا، إذا كان ينتظر في يوم الحساب. كلنا سنمضي لهذا اليوم، لكنه بالمعنى الميتافيزيقي، بمعنى أنه الوضعية البشرية الميتافيزيقية التي هي دائما تنتظر في لحظة حساب أو عقاب. اسمع، الضمير الإنساني عاش معذب بأشكال عديدة، وإلى الآن معذب الضمير، والذين يحكمون ضميرهم معذب، والذين لا يحكمون هم أيضا معذبون في الأرض. كل واحد بطريقة معذب. نعم. أستاذ هنا مش نجيو للرهن التونسي، للوضع التونسي. السؤال المبدئي، كيفاش ممكن تقيم الأداء السياسي بشكل عام في تونس؟ والله أنا تحدثت كثيرا في هذا الموضوع يا سيدي، وأنا رأيت أنه هناك ضعف في النخبة ككل. لا أتحدث عن تونس فقط، لأني أنا، إحنا نعيش في عالم، سنأتي إلى عالم إيه؟ لا نعيش في عالم وفي وضع معين وفي شروط تاريخية. هو يعني لو جينا نقارنه نخبة بنخبة في سنوات الخمسين مع سنوات الألفين وعشرة، يعني سنجد يمكن في الخمسينات وضوح أكثر وانضباطية أكثر وفعلا امتلاء بالوطنية وبالوضوح، وكانت الأمور تبدو آنذاك بسيطة جدا، والأهداف كانت واضحة جدا، وهناك كانت هناك زعامة وهناك قيادة وهناك هدف. والهدف هذا لم يكن عند التونسيين فقط، كان عند ثلثي العالم، العالم كله كان يتحرر من الاستعمار. إذن الهدف مشترك، ملحمة إنسانية كبرى اندمج فيها الجميع، النخبة التونسية كالمغربية كالمصرية كالعراقية كالأندونيسية كالإيرانية كأمريكا اللاتينية،
هذه النخب اللي اندمجت في المشروع الوطني وبناء الدولة الوطنية المستقلة، ثم اختاروا اختيارات اشتراكية وعدالة والأخرى. اليوم ما فيش هذا المشروع لا على صعيد عالم ولا على صعيد منطقة ولا على صعيد تونس، لا يوجد هذا المشروع. ليش هذا المشروع؟ لأن هذه الثورات تمت أولاً نقلاً أو كما لو أنها قطع غيار، كما لو أنها بروفات، كما لو أنها مهرجان موسيقي جاء عمل حفلة وفي بلدنا ومر للبلد الثاني ومشى للبلد الثاني، كما لو أن الأمر منقول، ورأيناه أنه منقول على الطائرات وعلى الدبابات في ليبيا وفي سوريا وفي كذا، وإحنا جانا منقول بأقل تكلفة ربما وصدقنا، والآن نستطيع أن نقول أن هي نوع من البروبة. إذن النخب ما كانتش تتوقع هذا، ما كانتش مستعدة لهذا، ما كانتش مندمجة في الرؤية هذا وفي السيناريو هذا. ثم أنه هذه الثورات تتم في سوق العولمة بدون أفق، ما كانش أمكن التدارك. أستاذ ما كانش ممكن التدارك بالنسبة للنخب هذه. يوم أقول لك إيش معناتها بدون أفق؟ ما الذي يفرق بين حمّى الهمامي والباجي قايد السبسي؟ لا شيء إلا التحالفات اليومية أو التحالفات من أجل السلطة أو كذا، لا شيء. لكن مختلفين إيديولوجيا، مختلفين إيديولوجيا. لما الذي يجعل حمّى الهمامي يدافع مثلا عن كمال النابلي كرئيس حكومة؟ واحد تربية رأس مالية، واحد تربية اشتراكية، لأنه لغياب المشروع وغياب الرؤية وغياب الفكر أصبح الناس كل سواسية يشبهون بعضهم كالأبقار الذاهبة إلى المسالق، كلنا ذاهبون إلى المسلق العولمي الكبير كلنا. إذن لا وجود لاختلاف جذري وراديكالي، انتهت هذه النزعة وانتهت. راهو مش تو هناك يسار آخر جديد يحاول يتنفس، يحاول يصعد، يحاول يبني نفسه، ثم يسار جديد، لكن اليسار الجديد لا زال غائم وضبابي في تونس ولا يوجد. وهذا ليش الناس يستغرب يقول كيف اليساري متحالف مع اليميني، كيف الأحفاد متحالفين مع الأجداد؟ هذه أسئلة محرجة وحارقة لللاعبين السياسيين وللجمهور. ياك علاش هنا شكون ضايع فيها وفي نهاية المطاف؟ يعني كله لا تعتقد. علاش قلت لك اللي يحكم واللي مش محكوم واللي محكوم كلهم معذبين، هم أيضا كلهم يؤدون في أدوار وغير راضين على أنفسهم، هم نفسهم هو مش القدر، التاريخ رأس مال العالمي وضعهم في هذه الهيئة، عليهم أن يكونوا هكذا، عليهم أن يؤدوا أدوار من هذا النوع. معنى مانيش مش يكونون مختلفين عن ذلك. ما ثماش ما فيش مشروع كبير، لا تستطيع تونس حتى لو اختارت، حتى لو أرادت أن تبني مشروع كبير. المشروع الكبير هذا نبني له بالأفكار، نبني له بالاستعدادات، نبني له بالعمل، نبني له بالتخطيط وبالتفكير، نبني له بالزمن. نحن التوانسة نريد ثورة، وفي اليوم نفسه نريد يا أما نريد كل شيء يا أما نريد عودة للوراء. يعني الزمن أين هو عنصر الزمن؟ معناها مغيب. مغيب تماما. أستاذ أنا تعتقدش هذا اللي فهمته تقريبا، أنه يلزم يكونوا أشخاص أخرين غير الفاعلين الحاليين اللي ممكن أن يبدلوا المشهد؟ ما تنجمش هذا تتخيله إلا في رواية أو في فيلم سينمائي، ما تنجمش تقول ناس أخرين يجوا في مكان. ذلك هو ما هو موجود، ذلك هو المحقق. لا تستطيع أن تحكم على اشتراكية ناجحة وفاشلة من خلال كتاب نظري، قرأنا كل كتب الاشتراكية، ولكن ما نحكمه على الاشتراكية، الأحكام التي نطلق على الاشتراكية، ما هو محققة أو ما كان محققا في الاشتراكية، نجحت أو لم تنجح. اليوم النخبة التونسية تلك هي النخبة التونسية، لكن اللي عنا لا تستطيع أن تستبدلها. لا، ونخبة أيضا جوالة في العالم، عارفة بالتقنيات بالاتصالات، النخبة عندها حريات لم تكن تملكها النخب السابقة في سنوات 50 و60 و70، سواء من اتصالات، سواء من حريات، سواء من سفر، سواء من معرفة، من كذا، كل هذا موجود. لكن أيضا مهماتها تعقدت عليها، تعقدت وأصبحت ضائعة في الطرقات، وأصبحت لا تمتلك أي وسيلة لكي تتقدم. أستاذ، لو نربط هذا الوضع اللي يكاد يكون وضع مستعصي في اللحظة الراهنة بالمسار الانتقالي، كيفاش ممكن قراءة صورة المسار الانتقالي بالنظر
لهالوضع المستعصي. فاصل ثم نعود. سي صافي، العلاقة بين هالوضع المستعصي والمسار الانتقالي اللي قاعدين نعيشه؟ شوف، إذا ضغطنا كثير على أحلامنا وعلى وخفضنا قليل من أجنحتنا المعرضة للتكسير، يعني نستطيع أن نسبح في فضاء يعني متوسط واقعي. متوسط واقعي جدا، وهو أن نتعاون جميعا على المسار الديمقراطي، ويصبح أنه أملنا الوحيد على الأقل أنه انتقلنا إلى مرحلة أخرى من بناء الدول، هي مرحلة الدولة الديمقراطية، وهذا راه مكسب للجميع، للفقير والغني ولكذا، لأنه يفتح مجالات أخرى ويفتح أفكار أخرى، وهو نوع من التحرر الجديد. هذا كلام سياسي، هذا كلام سياسي. لا احنا توع خاطر أنت قلت ثم وضع مستعصي بالنسبة للنخبة السياسي. ما هم مستعصين على أنفسهم، لأنه مكبرين المسائل ومعقدينها ومخلطين اليومي في استراتيجي والأمني في المعيشي، وكل القضايا يحطوها في سلة واحدة، وكيجوا يفرزوا ولا يجوا ولا كيجوا يفهموا ولا يجوا يركبوا ولا إعادة تركيب يجدوها صعيبة عليهم. يا أخي، عندنا مسار ديمقراطي لا نختلف عليه، ويجب أن نسير به، ويجب أن نحفظه، ويجب أن نقول ذات يوم تقول علينا الأجيال أنه ربحنا من تلك الثورة الديمقراطية. يا سيدي، لم نربح العدالة، والعدالة دائما راهي قضية مؤجلة عند كل الشعوب. نبدأ بشروطها. أيوة، نبدأ بشوية شروط منها وقليل منها، ولن تتحقق العدالة. هذه قضية مؤجلة دائما، وعندها مفاهيمها في كل مرحلة وبالنسبة لكل دولة وبالنسبة لكل وضع. مدام العالم اليوم كله متفق على أنه هالديمقراطية هذه حاملة لأفكار جديدة، ولقيم حاملة لقيم أخرى جديدة، حاملة لمعنى الحوار، لجوهر الحوار، حاملة لمعرفة الآخر، للتخلص من الماضي ومن الكآبة ومن الخوف وكذا. إذن إذا كانت هكذا الديمقراطية بكل نواقصها، لأن الديمقراطية في الغرب اليوم تعاني وهي تكاد تختنق، والديمقراطية في الغرب منتقدة كثيرا، وهناك أناس يطالبون في الغرب ما بعد الديمقراطية، ويقولون أن الديمقراطية هذه الشكلية انتهت وماتت من بين كثير من الأشياء وكثير من المفاهيم اللي ماتت، مثل مثلا الاشتراكية. هناك من يعتبر أن الاشتراكية ماتت أو الشيوعية ماتت، في انتظار زمن آخر وتحولات أخرى. وأنا أعتقد وأؤمن بالتحولات، والتحولات هذه راهو لا شيء انتهى، ثم دورات ترجع. الزمن الامبراطوري، أنا عندي كتاب في الزمن الامبراطوري، الزمن الامبراطوري كان قائم في القرون الوسطى، وقيم في أوروبا حتى للقرن الثامن عشر وكذا، والآن رجع. أنه أنت لو نشوف أوروبا، هذا الاتحاد الأوروبي، فكرة الاتحاد الأوروبي هي فكرة شارلوماني، الامبراطور شارلوماني، اللي هي أوروبا موحدة من الأورال حتى الهرقل، هي هذه أوروبا اليوم. شكل من أورال، يعني الأورال هو في الاتحاد السوفيتي أو في روسيا، والهرقل هو خليج إسبانيا. وهذه الفكرة، وكانت الشعوب فعلا، كانت الشعوب في ذلك الوقت، شعوب أوروبا كلها، هذه حدودها الجيوسياسية، وهذا هو نشاطها، وهذاك هو المواطن، والمواطن الأوروبي في ذلك الوقت. فكرة ولدت عنها صراع الأمراء، ولد عنها صراع القوميات، ولدت عنها حروب وحروب وحروب بين القوميات، بين الجرمان والإنجليز والفرنسيين والإسبان والطليان، قبل حروب الإمارات الصغيرة اللي في إيطاليا واللي في ألمانيا وفي كذا. وبعد ثم بعد 8 قرون من الحروب عادوا فتوحدوا. هذا الشكل هذا اللي عليها توا. إذن احنا نعيش اليوم في نوع ما من التحولات فرضها العالم، وهناك تاريخ عالمي، هناك تاريخ إقليمي، وهناك تاريخ محلي. خلينا في التاريخ المحلي. الثورة العربية اليوم في الربيع العربي، ما يسمى بالثورة العربية وبالربيع العربي، هو أنه تاريخ إقليمي، لا تاريخ إقليمي، ما هوش تاريخ محلي فقط، وهو تاريخ عالمي، لأنه اللاعبين الكبار اللي فيه هو عالميين دوليين.
معناها هنا كاين إعادة تشكيل جديد للوضع الإقليمي بالطريقة اللي تحكم فيها اللاعبين الدوليين. هي كلها اللعبة كلها، وعلاش هي انحصرت في الشام في سوريا؟ حتى لو انتقلنا من موضوع لموضوع، هي ليش انحصرت في الشام؟ الشام أو سوريا هي المنطقة، هي المائدة التي تقام حولها ما يسمى ب ما يسمى بنظام إقليمي جديد. هي المائدة الدوارة، المائدة التي يقام حولها أو ما يسمى بالنظام الإقليمي. النظام الإقليمي في العالم العربي كان غائب، ما كانش فيه نظام إقليمي منذ التسعينات. منذ التسعينات انتهى العالم العربي إلى ساحة من الصراعات الإيراني والتركي والإسرائيلي، والعرب مغيبون. اليوم يعاد تشكيل، وإلى هذه اللحظة لازال التشكيل مستعصي، لازال التشكيل سيحتاج إلى خرائط جديدة، وسيحتاج إلى منهجية أخرى جديدة، وإلى تبني أفكار أخرى جديدة. واليوم هناك شرقان أوسطان واضحان يسيران جنبا إلى جنب، هو شرق أوسطي شيعي وشرق أوسطي سني. وهنا المائدة اليوم المنتصبة ما بين إيران وأمريكا، والخلاف اللي ما بين السعودية وأمريكا، والحرب وسوريا في وسطهم، هي الحرب وكي نقولوا حرب سوريا اليوم لم تعد ثورة سوريا، مع الأسف أصبحت حرب إقليمية دولية، دخل فيها السلاح الكيميائي، دخل فيها كذا، دخل فيها حرب الصواريخ، الحروب النجوم، وقعت حرب نجوم في دقيقتين جنب سوريا وانتهت، ثم انتقلوا للمفاوضات. وهذا كله احنا لا نعلمه، لأنه لا نعلمه. كيفاش لا نعلمه؟ احنا نعتقد بأني أنا أتحاور مع واحد أمريكاني صباحا مساء عبر الانترنت، هو يشرب في قهوته وانا نشرب في قهوتي، ها؟ ولا نؤمن ان الحروب تقع فوق رؤوسنا ولا ننتبه لها. هذا هو النقص في العقل العربي. الحرب في الشرق الاوسط وقعت بين روسيا والامريكان في دقيقتين قبل بدء الحوار حول السلاح الكيميائي، ما تفطن لهاش اغلب العرب، ما تفطن لهاش، ومشوا للتسويه لانه الاثنين فهموا توازن القوى بيناتهم، وانا مساعدهم استاذ. احنا مشينا مزحنا شويه، كله مربوط ببعضه، تنرجعوا ليش؟ لكن خلينا اليوم عجبتك سوريا. سوريا منتج للافكار وللتصورات وللحركات السياسيه وللانقلابات، منتج كبير في خلال القرن العشرين، ولكن اليوم ايضا سوريا هي بلا مشروع. ما هو ما ينطبق على سوريا، ما ينطبق على مصر، ما ينطبق على ليبيا، ما ينطبق على تونس، كلنا بلا مشاريع، لأن المشروع مش بتاعنا، مشروع عالمي علينا نندمج فيه، ونندمج فيه بطرق يعني معناها ما ثمش خيار آخر إلا الاندماج، ما عندناش خيارات أخرى إلا إذا نغلق حدودنا ونعمل اشتراكية ونعمل عدالة ونعمل ديمقراطية على طريقتنا ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل ربما حتى ما حاكم تفتيش. اليوم غير مسموح قبل الثورات، تو احنا نقارنوا في ثورة بثورة، مش صحيح. تو الثورات قبل، يا أخي كم أعدمت الثورات قبل؟ هل الثورة التونسية أعدمت أحد؟ يا أخي هل الثورة التونسية حاسبت واحد ولا كذا؟ حتى اللي دخلوهم قالوا سرقوا، دخلهم واحد خرجهم واحد، دخلهم واحد من الباب هذه بقوا 6-7 شهور وخرجهم واحد آخر. يعني معناتها تصفيت حسابات، ما هيش تصفيت تاريخ. معناها الثورة تحتاج لتصفيت تاريخ بيان سور، وبطبيعة الحال، وهذا ما لم يتحقق في تونس. الأقل الثورات الكلاسيكية تحتاج لقطيع وتحتاج لتصور آخر مستقبلي. لكن أستاذ هنا يقول لك ما ثم خصوصية بالنسبة على الأقل المحل التونسي. ثم خصوصية، أما ثم قوانين يسموها قوانين تاريخية، يعني قوانين الثورة وقوانين التحولات وقوانين، ثم قوانين احنا قوانين اللي ما لعبناهاش، لأنه أولا يعني كل الناس يعرفون أن الثورة هي نظرية وهي قائد، وربما هي حزب ومجموعة أحزاب، وهي انتفاضة، وهي برنامج، وهي تصور، وهي قطع. هذا كله ما كانش موجود. حتى اللي أعطاهم صندوق الانتخابات كانوا يحكموا سواء هنا ولا في مصر ولا في مكة، كانوا يتحاورون مع السلطة القديمة. يا أخي جماعة الإخوان المسلمين كانوا يتحاوروا، كانوا موجودين في البرلمان، وكانت عندهم صحف وعندهم أحزاب وعندهم اجتماعات وعندهم أموال وعندهم بنوك، ما كانوا موجودين. مثل ما الإخوان المسلمين اليوم في الأردن ما موجودين، في الكويت ما موجودين، في المغرب ما يحكمون، شكلوا حكومة في التعاونات، في الجزائر ما موجودين في البرلمان، في تونس، في ليبيا، في سوريا ما كانوش موجودين. وهنا ننتبه أيضا ما كانوش موجودين، لكن كان هناك
حوار، حوار عن طريق واسطة. الأمريكان كانوا يقولوا لهم أعطوهم مقعد، أعطوهم 20%، أعطوهم 25%، راهم ما يخوفوش، أعطوهم وهدؤوهم ودخلوهم للسلطة، وسيتحولون إلى ناس طيبين وناس جيدين وناس متعاونين. هكذا السلطة تفعل بأصحابها الأكثر ثورية والأكثر جذرية. وإحنا رأينا اليوم، إحنا رأينا الزعماء كبار تعمل له حارس حارسين ينسى كل شيء، يصير زعامة ويصير فخامة ويصير مهابة ويصير شيء آخر. رأينا ونرى، وذيك هي النفس البشرية. لا ألوم على أحد، أنا أعرف كل شيء، نعرف نعرف أنه مرات تلك هي النفس البشرية، تلك هي الذات. لا أستاذ صافي سعيد، هنا بدون في بدون لا أجرح أحد لا تجرح، لكن هنا في الإطار هذي على ذكر أنك بالنسبة للإسلاميين ينجموا يؤمنوا بالديمقراطية، ينجموا يتعاملوا ديمقراطيا مع الآخر، أعطيهم الفرصة إلى غير ذلك. ثم قول استرعى انتباهي ذكرته في بعض حواراتك الصحفية، ايش قلت؟ أنا أقول للغنوشي كل ما أفكر فيه بكل أخوة وبكل محبة وهو يتقبل ذلك بسعة صدر فهو فعلا ديمقراطي ولين ولا بق. أنا شو؟ لحظة أنا لحظة كمل سؤالي أستاذ، أنت هذا ما تراه؟ لا لحظة سأعلق، علق ثم واصل سؤالي. شوف أنا في هذا الكلام اللي قلته على الغنوشي ربما قلت نتيجة جلسة اثنين، نتيجة جلسة معينة. واضح. أنا كما رأيت الغنوشي وإلى هذه اللحظة وعيدة رأيته أنه ما عنده أمل آخر إلا أن يحافظ على هذا المسار الديمقراطي، وهذا المسار الديمقراطي يريد، وهذا طموح ذاتي ومشفوع ومسموح بأنه هالمسار هذا يرتبط. لا يريد الغنوشي ولا غير الغنوشي أن يرتبط اسمه بكارثة أو بفشل ذريع، لا يريد، يريد أن يرتبط بنجاح ولو كان نجاح بسيط. هو إذا ما سيروش الدولة كما ينبغي وما عندهم استراتيجية حكم، على الأقل يحافظوا على مسار الديمقراطية، وإذا حافظوا على مسار الديمقراطية هم حافظوا على تجددهم وتجديدهم ونهضتهم في المستقبل و فرصهم في العودة إلى الحكم أو كذا. أنا هلحظة مسلوك أنت فريد فيها ما ممكنش. وإذا هم فرطوا في المسار الديمقراطي هم أنهوا أنفسهم وأنهوا الإسلام السياسي كافة وأنهوا كثير من الحاجات، وهم عمود فقري لنجاح المسار الديمقراطي في تونس. في تونس اليوم هم عمود فقري، أحببنا ولا كرهنا. النخبة التونسية مشكلة هكذا اليوم، فيها ركن هكذا وركن هكذا، ويتعاونوا، عليهم أن يتعاونوا. لا طريقة آخر إلا طريق الانقلابات. طريق الانقلابات، طريق الانقلابات قد يعيدنا إلى الوراء. إذا احنا لم يعني مثلا وقتاش تدخل الجيوش في كل الدول؟ عندما توصل النخب المدنية إلى أزقة مسدودة تتدخل الجيوش للحفاظ على وطن، على الوطن وحدود الوطن والشعب والأمن وكذا. احنا اليوم إذا لم نتفاهم وظل الجميع رافع رأسه إلى السماء ولا يستمع إلى غيره، ذات لحظة سيتدخل الجيش. وهم الآن مطمئنون، وهذه إهانة توجه من غير أن تقال أو ينطق بها للجيش. هم مطمئنون بأن ليس هناك جيش قادر على المسك بالسلطة أو يتجرأ على المسك بالسلطة. هم يأكد النخبة التونسية التي تجتمع و تطيل الاجتماعات وتطيل النوم في القاعات المغلقة والسباب والشتام، هم كما لو أن عندهم اطمئنان عجائزي وكلي بأن لا أحد سيتدخل في شؤونهم. وهذا غلط السياسي، وهذا غلط النخب السياسية اللي غير متدربة على الحكم. وأنا يعني ما لو أنا تحدثت مع كثير منهم، قلت إذا أنتم عاجزين وقبل أن يستدعي الجيش نفسه قوموا أنتم باستدعاء الجيش وشكلوا حكومة من الجيش، والجيش دائما هو فوق الجميع، فوق الأحزاب وفوق المهاترات وفوق كذا وفوق التحالفات والتوازنات. وممكن الخريطة اللي باش تعملوها أنتم وياه تسيروا بها خطوة خطوة وتمشوا لمسار ديمقراطي، والجيش يتعهد لكم أمام المجلس الدستوري وأمام العالم. وأساسا هو أساسا لم يعد هناك أي جيش يرغب في السلطة وما يخلوش يبقى في السلطة، فهمت؟ وثم تنتقلون إلى مرحلة. وعلاش هذا غير محبب عند النخب التونسية؟ واحد يشتري نايبين في الشارع
بيصير هو يحاور مشان يعيلك لك انت رئيس حكومة ويختار ما اختيارات الدولة. مش معقول، مش معقول اللي يحصل في تونس. انا اقول لك مش معقول يحصل في تونس، وراهو النخب المدنية الفاشلة والديمقراطيات الفاشلة والهشة والفاشلة هي التي استدعت الجيوش، وهذا رو حصل في الأربعينات وحصل في الخمسينات وهو حصل في مصر وقد يحصل في تونس وفي غيرها. لا نستغرب من أي شيء، لأنه الجيوش عندها إدراك آخر، قراءة آخر للواقع، وعندها جنرالاتها وعندها مفاهيمها وعندها نظرتها استراتيجية. وثم ثم مرض عند المدنيين التوانسة أنه يعتقدون أن الجيش ما عندوش ما يفكرش. هذا غلط، بالعكس هو موصل للمرتبة هذيك كان على أساس معين. كل جيوش العالم مليئة بالأكاديميين الكبار واستراتيجيين الكبار والمدرسين الكبار والخبرات الكبيرة في الهندسة والطب والتخطيط والجغرافيا والديموغرافيا والتوبوغرافيا وفي كل شيء. كل جيوش العالم، الجيوش هي نخب العالم، الجيوش هي نخب العالم، وكل الصناعات والأسرار الأمنية والمدنية وكذا كلها هي تملكها، والمعلومات، وتملك المعلومات على باطن الأرض وفوق الأرض وفي الفضاء الجيوش. ولذلك لا يجب أن يفهم من كلامي دفاعا عن الجيوش. أنا قلت لك كتبت كتاب وندد فيه بالجنرال، لا يفهم منك. تعطي في الصورة القصوى للمشياء، نقول حتى لا نصل إلى مثل هذا الحد، إلى مثل هذا الحد. أستاذ تعتبرش عفوا أستاذ، تعتبرش أنه اللي قاله المجلس الوطني التأسيسي من وضع سواء بإعاز البرة منه أو من خلال تأثير في الداخل، هو اللي أسهم بشكل أو بآخر في انسداد الأفق نتاع الحوار اليوم؟ المجلس التأسيسي انقلبوا عليه جميعا، كلهم خرجوا من المجلس التأسيسي ومشوا أسسوا مجلس آخر تأسيسي، فيه شيء من المجلس التأسيسي القديم وفيه شيء خارج المجلس التأسيسي، وأسسوا هذا الحوار ما يسمى هو مجلس تأسيسي آخر، سموه الحوار، سموه الحمار، سموه ما يسمون، فهمت؟ هو هذاك هو. فاقوا بعد فترة كي تقدموا في الحوار وجدوا رواحهم أنه هذا المجلس الحوار ممكن يتفرقع في أي لحظة، وهذا المجلس التأسيسي هم غادروه وأصبحوا غير معترف به، ولذلك يرجعوا يحصنوه، وصاروا هم ما بين هنا وهنا، ودخلوا توا في صراعات حتى في حلفائهم، حتى مع حلفائهم، من فيما يقال أنه تحصين المجلس فيما يخص الاجتماعات وتغيير القانون الداخلي وكذا ولا غير ذلك، ودخلوا في مشكلة وتراجعوا، وهذا قد يؤدي إلى شلل المؤسستين، مؤسسة الحوار الوطني الموازية اللي هو مجلس تأسيسي موازي والمجلس التأسيسي الفعلي. معناها هنا كاين هنا التفكير البراغماتي المستعجل والضيق. انا هنا قلت انه هذا الحوار الوطني لن ينجح بالطرق اللي هم يتخيلوها، قد ينجح لكن بطرق اخرى وبخريطه طريق اخرى وبجدول زمنيه اخرى. لا تشتغلوا في العجله من امركم يا ودي، كلهم مستعجلين، كلهم مرتجلين، كلهم تجريبيين. هذا هو اللي وقع في تونس كلهم، لأنه لا أحد يملك استراتيجية الحكم. حتى من يدعي أن حكم تونس هو حكم تونس في سنوات أخرى، حكم تونس في سنوات السبعين والثمانين، ليست تونس. تونس الآن هي تونس أخرى، ديموغرافيا وأحلام وأفكار وحدود وتجارة وناس، تونس أخرى واقتصاد واتصالات، تونس أخرى لا علاقة لها بتونس السبعينات والثمانينات. أنه بالتليفون تحكم تونس لم يعد هذا التليفون، لكن مع ذلك استمر التليفون اليوم. هو مستمر التليفون، لكن هم يتخيلوا يحبوا يرجعونا لعهد التليفون وعهد التعليمات وكذا، ويحبوا يرجعونا لك العهد البسيط أنه كل شيء يحلو البابا، كل شيء يحلو المعلم، كل شيء اللي ما يحلوش المعلم تحلو المعلمة. هم يحبوا هكا، وهذا لن يعود، وهذا لن يعود حتى لو البوليس قام بانقلاب. والبوليس السياسي مش لا أقول البوليس السياسي، البوليس بشكل عام حرب البوليس معروفة في العالم كله، والبوليس اليوم في تونس راه يسعى للعودة ويسعى للاستقواء، استرجاع مواقعه القديمة. يا سيدي أنا كراجل سياسي وأنت كراجل سياسي، كل شيء علي أن نتوقعه، كل شيء نتوقعه. يا أخي مؤسسة أمنية ثم أمن هو ما هو السياسة؟ الأمن هو السياسة والسياسة هي أمن. واضح. أستاذ سؤال أخير في هذا الجزء الأول من الحوار، لكن قبل ما تجاوبني عليه فاصل ثم نعود.